وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من السليمانية الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. مرحبا بك أستاذ شاهو. تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ شاهو. بداية، في آخر رد فعل للثوار على الحراك السياسي من قبل الطبقات السياسية، حذروا من محاولات تمرير أي شخصية حزبية لرئاسة الحكومة. برأيكم، مع هذا الصمود الأسطوري للثوار، هل ستتمكن الكتل السياسية تمرير رئيس للوزراء على خلاف رغبتهم؟ حقيقة المظاهرات في العراق تستمر منذ 3 أشهر، وأيضا المطالب ما زالت تتصاعد وترفض تمرير أي مرشح يكون مرتبط بالأحزاب السياسية الموجودة. وخلال الفترة الماضية حدثت مشكلة بين الأحزاب السياسية وأيضا رئاسة الجمهورية بسبب محاولات تمرير مرشح من قبل كتلة البناء، ولكن الآن أصبح واضحا أن الشارع يرفض أي مرشح عن طريق كتلة البناء المتورطة في الفساد وقتل المتظاهرين. وبالتالي المتظاهرين يؤكدون على أنه المرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يكون شخصا محايدا مستقلا لم يتورط في قضايا الفساد ولا قتل المتظاهرين. ولكن في المقابل الطرف السياسي الموجود والفاعل السياسي الشيعي الموجود في بغداد يصر على ترشيح شخصيات مجربة لهذا المنصب، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى تصعيد الصراع الموجود وأيضا زيادة الفجوة بين المتظاهرين والطبقة السياسية الموجودة، مما يزيد من حالة اللا استقرار الموجود في العراق. نعم سيد شاهو، يعني هناك من يرى، أنتم على اطلاع طبعا على ما حدث في أحداث السفارة الأمريكية والهجوم عليها. طيب، هناك من يرى أن أزمة السفارة كانت محاولة للفت الانتباه عن الثورة وعن أهدافها كذلك. هل كان من ضمن أهداف اقتحام السفارة الأمريكية هذا الهدف برأيكم؟ تماما، هذا الهدف كان هدفا رئيسيا من قبل الميليشيات ومن قبل إيران أيضا، لأنه منذ اليوم الأول للمظاهرات هناك محاولات لحرف المتظاهرين عن مصيرها، حرف المظاهرات عن مسيرها الطبيعي، وأيضا هناك محاولات لضرب القواعد الأمريكية بإحداث أزمة أخرى داخل العراق. أنا أتساءل لماذا لم يهاجموا القواعد الأمريكية الموجودة في العراق ردا على الهجوم الأمريكي على مقرات كتائب حزب الله. هم أحدثوا هذه الضجة وحاولوا أن يصنعوا رأيا عاما ضد التواجد الأمريكي حتى ينهوا المظاهرات الموجودة في ساحة التحرير، ولكن إصرار المتظاهرين على مطالبهم وأيضا تبرؤهم من هؤلاء، يعني نحن رأينا قيادات الميليشيات المتورطة في قتل المتظاهرين كانوا أمام السفارة الأمريكية، وبالتالي هؤلاء لا يمثلون الرأي العام العراقي، وأيضا هذا السيناريو فشل مجددا مثل السيناريوهات السابقة كالقمص والقتل والاغتيالات والاختطافات، ولم ينجحوا في تمرير هذا المشروع أيضا لإخماد التظاهرات وإنهائها. طيب، وصفتوها بال يعني هذه الممارسات التي تمت أمام السفارة الأمريكية بأنها حجة ضد المتظاهرين، وكيف ترى رد فعل الثوار على هذه المحاولات وموقفهم القوي باتجاهها؟ أنا أقول يعني بشكل واضح أن هناك وعي وإدراك لدى المتظاهرين أكثر من الوعي الموجود حتى عند الطبقة السياسية. المتظاهرون أفشلوا مخططات عديدة، أفشلوا محاولات عديدة من الطبقة السياسية لإخماد التظاهرات ولم يسمحوا لها بالنجاح، والردة بالفعل السليمة من قبل المتظاهرين أفشلت هذه المخطط أيضا، لأنهم رفضوا أن ينخرطوا في هذا الصراع بين الميليشيات والقوات الأمريكية الموجودة في العراق، وهذا الأمر لا يعني للمواطن العراقي شيء، لأنه الميليشيات عندما تحارب القوات الأمريكية أو تريد إخراج السفارة الأمريكية أو إخراج الأمريكيين من العراق هي تفعل ذلك لتنفيذ أوامر إيرانية وليس لتنفيذ أوامر المتظاهرين. المتظاهرين مطالبهم مشروعة، مطالبهم إنهاء الفساد، محاكمة حيتان الفساد أمثال المالكي وغيره، وبالتالي هم ليس لديهم هذه المطالب في هذا التوقيت. نعم أستاذ شاهو، يعني هناك ادعاءات كذلك، يعني ادعت الميليشيات أنها باقتحامها السفارة الأمريكية تعيد السيادة للعراق،
حسب قولها، وهو ما رفضه الثوار. هل برأيكم هذه الأحداث ولو تم تبطينها بشعارات من قبل الميليشيات من الممكن أن تخفي هدفها الحقيقي؟ لا يمكن أن ينطلي هذه الأمور على العراقيين، وخاصة أن الميليشيات التي قامت بهذا الفعل هم ميليشيات تبع حزب الله، هم يقاتلون في سوريا، هم أعلنوا جهوزيتهم للذهاب إلى البحرين وإلى لبنان للقتال، وبالتالي لا يحترمون أصلا لا يؤمنون بموضوع السيادة العراقية، هم يؤمنون بمشروع ولاية الفقيه والمشروع الإيراني في المنطقة، وبالتالي حتى أحد الأعضاء الميليشيات بنفسه اعترف أن عدد من الميليشيات كعصائب أهل الحق والكتائب حزب الله وغيره لا يؤمنون بالعراق، يؤمنون بمشروع ولاية الفقيه، وبالتالي لا يمكنهم أن يحموا أو يحافظوا على سيادة العراق وهم لا يؤمنون بوجوده أصلا، وهؤلاء يساهمون في تقويض سيادة العراق، وبالتالي لن ينجحوا في حماية سيادته من الفواعل الإقليمية أو الدولية. نعم سيد شاهو القرداغي، هناك من يرى أن الميليشيات تريد من خلال حادثة اقتحام السفارة جر العراق إلى حرب بالوكالة، هل إدخال البلاد في حرب بالوكالة سيكون منقذا للطبقة السياسية والميليشيات من مقصلة الثورة؟ تماما، هذا الأمر دقيق جدا، ونحن رأينا أن عدم وجود ردة فعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة الميليشيات اقتحام السفارة الأمريكية كان لإفشال هذا المخطط، لأن حدوث أي حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكلاء إيران يعني إنهاء التظاهرات، ويعني دخول العراق في حالة حرب مجددا، ويعني صراع مستمر، وهذا الأمر حتى لو استمر لشهر أو شهرين ولكنه سيقضي على التظاهرات، وبالتالي يجب إفشال كل محاولات وكلاء إيران لإدخال البلاد في أزمة جديدة، ولا يجوز التركيز على هذا الصراع، بل يجب التركيز على ساحة التحرير ومطالب المتظاهرين والقضاء على أي حراك آخر يريد حرف المتظاهرين عن مسارهم الحقيقي والشرعي الموجود. كان معنا السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي من السليمانية، شكرا لانضمامك إلينا.